السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني وأخواتي وأحبابي في الحلقة الثالثة من التعليق على كتاب وهم الإله لريتشارد دوكنز، هذا الكتاب الإلحادي الشهير الذي يعتبر الواجهة العلمية الأولى اليوم لملاحدة العصر وللملاحدة الجدد العلمويين. حديثنا اليوم إن شاء الله سيكون حول معرفة ريتشارد دوكنز باللاهوت. ولماذا أتحدث في معرفة ريتشارد دوكنز في اللاهوت؟ لأن الكتاب متعلق بالرد على الأديان. الكتاب ليس هو فقط يتعلق بوجود إله، واللاهوت من ثيولوجي، كلمة ثيولوجي تتكون من مقطعين من اليونانية، ثيوس لوغوس، ثيوس بمعنى إله، ولوغوس بمعنى كلمة أو تستعمل الآن بمعنى علم، فهو علم الإله. فالكتاب يتعلق بالإله ويتعلق بالأديان، والأديان تتضمن منظومات لاهوتية تتحدث عن الإله ووجوده وصفاته وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بالأمر الإلهي العام والتصور الديني الخاص للإله. الحديث عن معرفة ريتشارد دوكنز باللاهوت حديث أساسي. أنا لاحظت كثيرا الملاحدة يتحدثون في الغرب والشرق يتحدثون في الأديان، وعندما تحقق صاحب المقالة تجد أنه لا يعرف شيء تقريبا عن موضوعه. نادر تجد ملحد يعرف موضوع الدين الذي يتحدث فيه، أمر نادر. عامتهم يتحدث بكليشيهات القرن التاسع عشر وصعود تيار العقلانية راشناليزم، وبالتالي عامة الكتب التي كتبت في تلك الفترة في نقد الأديان يغلب عليها الفساد ويغلب عليها النقول المرسلة. وأنا نفسي كما أقول مع خلافي مع النصرانية لا أنصح المسلمين أن يعتمدوا على كتابات ملاحدة القرن التاسع عشر في نقد النصرانية لكثرة الأقوال غير المحررة فيها. مشكلة ريتشارد دوكنز مع اللاهوت مشكلة ضخمة جدا وتحتاج إلى كلام طويل نحاول أن نلخصه. كتاب في اللاهوت من وجهة النظر مضادة للإيمان بالله. لابد أن يتوفر في صاحب الحديث هنا صاحب الكتاب معرفة بموضوع بحثه وموضوع نقده. لا يمكن أن تبدأ أنت في نقد قضية ما دون أن تكون لك معرفة بها. أنا لذلك أنكر على من يتحدث في النصرانية وهو لا يعرف النصرانية حتى وإن وافقني مذهبي في النصرانية، وأنكر على من يتحدث في الداروينية وهو لا يعرف الداروينية، وأنكر على ما يتحدث في اليهودية ولا يعرف اليهودية، وأنكر على ما يتحدث في ما بعد الحداثة وهو لا يعرف ما بعد الحداثة، وأنكر على من لا يعرف مفهوم الديمقراطية وخلفيته الأيديولوجية ومآلاته وهو لا يعرف هذا المفهوم. كل حديث في موضوع لا يحسن المرء تصوره يؤول إلى فساد النتيجة. وحتى عندما تأتي النتيجة صحيحة فلا تكون لها مقدمات وأدلة قوية، ويكون يعني شكل المقالة النقدية ضعيف حتى لو أصاب الحق فهو مخطئ وإن أصاب. ريتشارد دوكنز يقول في كتابه The God Illusion في الترجمة العربية صفحة 347، يقول: علي أن أعترف بأنني مندهش من الجهل العام بالكتاب المقدس في العقود الأخيرة. إذا الرجل يعتبر الجهل بالكتاب المقدس كارثة ورزية وبلاء عظيم منتشر لابد من مجابهته بالعلم. لكن ريتشارد دوكنز نفسه يقول في تغريدة، يقول في هذه التغريدة: أنا أتهم مرة أخرى بالجهل باللاهوت، ولكن ما الذي يوجد في اللاهوت حتى أجهله؟ قولوا لي حقيقة واحدة في اللاهوت حتى أتعلمها. لاحظوا هنا أولا أنه يعترف بجهله باللاهوت، ثانيا يستعمل fallacy of equivocation. هذه المغالطة هي أنك تستعمل الكلمة في جملة واحدة مرتين أو أكثر بمعاني مختلفة. فيقول مرة: قولوا لي حقيقة واحدة في أو شيء واحد في اللاهوت، ثم يقول إن اللاهوت ليس فيه حقائق. طيب الحقيقة بالمعنى الأول غير الحقيقة بالمعنى الثاني. اللاهوت مجموعة دعاوى، والحقيقة هي الشيء المطابق للواقع.
فهو أنا يلعب علينا يعني لعبة. يقول اللاهوت ليس فيه حقائق على شيء مطابق للواقع، وبالتالي ليس علي أن أتعلم فيه شيء. لا، نحن نريدك أن تتعلم دعاوى اللاهوت، دعاوى النصارى، دعاوى اليهود، دعاوى المسلمين. أما أنها حقائق أم لا فهذا أمر ينجلي بعد النقاش. فهو يفر من جهله الذي ينكره على غيره إلى اللعب بالكلمات. اللاهوت منظومة تضم مجموعة تقريرات، لا يمكن أن تنتقد الإسلام أو النصرانية دون أن تتعلم هذه المسائل. كيث وورد واحد من أكبر الفلاسفة واللاهوتيين في بريطانيا، ومن أغزرهم تأليفة في الإلحاد، اتهمه صراحة، قال صراحة إن ريتشارد داكنز لا يعرف شيئا عن اللاهوت، بهذه العبارة، إن ريتشارد داكنز لا يعرف شيئا عن اللاهوت. طبعا مشكلته ليست فقط مع النصرانية، مشكلته مع الإسلام أيضا. هو يعترف بصراحة أنه لم يقرأ القرآن، ويقول كما ترون في هذه التدوينة أو التغريدة: بالطبع بالإمكان أن يكون لك رأي حول الإسلام حتى ولو لم تقرأ القرآن، ليس عليك أن تقرأ كتاب كفاحي لهتلر حتى يكون لك رأي في النازية. محاولة أخرى للهروب، محاولة أخرى للهروب. إذا كنت تجهل ما القرآن فاقرأه، الكتاب لن يستغرقك يوم واحد إذا كنت جادا في القراءة. أما أن تخرج لنا تغريدة تقول فيه أنا لم أقرأ القرآن لكنني أهل لأن أتحدث فيه، لأنني أهل أن أتحدث في النازية، فهذا استخفاف بعقول الناس، استخفاف بعقول الناس. حتى النازية رغم أننا كلنا نعلم جرائمها، فإذا أردت أن تتصدر تكون من أهم الشخصيات في العالم لتتحدث عن النازية، فإن من أعظم الجرائم أن تتحدث في النازية دون أن تقرأ كتاب كفاحي، أن تتحدث في الإسلام وتتصدر وتكون رمز إلحادي شهير جدا، فعليك أن تقرأ القرآن. فرق بين رؤانا الخاصة التي لا نجد في أنفسنا حماسة لمناقشتها أمام العامة فنكتفي بالمعلوم من والشائع من الأفكار، فرق بين هذا الأمر وبين أن أتصدر فأتحدث في الموضوع ويسمعني الناس. حتى أتحدث في أي موضوع وأتصدر لذلك لابد أن أقرأ كتبه الأصول، وأن أتتبع أفكاره، وأن أتتبع آثاره، وأن أنظر في القضايا التي اختلف فيها في شأن هذا الأمر، ثم أرجح ما يبدو لي صوابا. لكن للأسف الشديد طيروا الإلحاد الجديد، ناس عندها تخصصات علمية عامتهم يتحدثون خارج تخصصاتهم فيطلقون الأقوال ويرسلون الدعاوى دون أن يرعوا حرمة العلم وحرمة الفهم. ماذا يعرف ريتشارد داكنز عن اللاهوت؟ ماذا درس عن النصرانية التي أساسا يتحدث عنها؟ هذا أمر سنتبين بعضه في هذا الحديث. دعوني أقر في بداية الأمر أن ريتشارد داكنز قد اعترض على عدد من القصص والعقائد في النصرانية، أعتقد أنه وفق في ذلك لأنها أمور منكرة ظاهرة الفساد. تحدث عن صفات الإله، تحدث عن الجرائم، تحدث عن مخالفة العقل، هذه أمور أوافقه فيها وهي أمور شائعة ومعلومة. ممكن تقرأ قصة واحدة فترى نكارتها وترى الدم طافحا من جوانب القصة بسبب أن الرب كان يأمر بالفتك بالأمم المخالفة. هذا أمر أسلمه لداكنز ولا أناقشه فيه، وأعتقد أن تقريبا الشيء الوحيد القوي في كتابه انتقاده الكتاب المقدس النصراني وبيان ما فيه من منكرات. هذا أمر أسلمه به، وإن كان يبدو أنه لم يقرأ ردود النصارى على قوله، فالإنسان كلما تحدث في موضوع لابد أن يعرف الردود. على كل حال قوله في هذه المسائل مسلم به ولا نعترض عليه، ليس ذلك لأنه رجل يعني باحث وناقد، لأنما لأنها قضايا مشهورة منتشرة يعني وشائعة يعرفها العامة ولا تحتاج ناقدا متخصصا. أما غير ذلك فالكتاب فيه قرائن كثيرة على جهل ريتشارد داكنز بالأديان خاصة النصرانية والإسلام. يقول ريتشارد داكنز في كتابه وهم الإله في الترجمة العربية صفحة 285 تحت عنوان التطرف وتقويض العلم، يقول: المتطرفون يعلمون بأنهم على حق لأنهم قرأوا الحقيقة في كتاب مقدس، ويعرفون مقدمة بأنه لا شيء يمكن أن يحرفهم عن إيمانهم. الحقيقة في كتابهم المقدس تعتبر من البديهيات وليست نتيجة برهان عقلي.
الكتاب على حق، وعندما تبدو الأدلة وكأنها تناقضه فعندها يجب رفض الأدلة وليس الكتاب. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، كيف استطاع ريتشارد دوكنز أن يعمم الحكم على جميع الأديان أنها تأمر بالتسليم الأعمى وأنها لا تطلب برهانا، وأنه إذا جاء البرهان ضد الكتاب المقدس لطائفة معينة فإن على أهل هذه الطائفة أن يرفضوا البرهان الخارجي ويستمروا في قبول قداسة الكتاب؟ كيف وصل إلى هذا الأمر؟ هذا يحتاج استقراء، هذا أمر يحتاج استقراء، وهو باعترافه لم يقرأ القرآن، فكيف جمع القرآن مع هذه الطائفة؟ نعم قد يكون هذا صحيح في النصرانية، وكان ليس بهذه الصورة فيما يتعلق بالإيمان بالله. المكتبة النصرانية منذ زمن بعيد، أوغستين وحتى قبل ذلك إلى اليوم، فيها كتابات كثيرة جدا في قضية الإيمان بالله. هناك محاولات كثيرة لعقلانة التثليث، كلها محاولات فاشلة، لكن فيها محاولات. أنا أجزم أن ريتشارد دوكنز لم يحاول أي يتعلمها أو حتى يطلع عليها، في محاولات كثيرة لإثبات قداسة النص وإثبات ألوهية المسيح وإثبات أن الأناجيل مثلا قد كتبت بالإلهام من خلال إثبات موافقتها للتاريخ مثلا، أو نبوءات التوراة على المسيح. هناك محاولات أعتقد أنها فاسدة، لكن هناك محاولات، جنس المحاولة موجود. أما في الإسلام فالقرآن يقول: قل إنما أعدكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة. فالقرآن هنا يدعو الناس إلى أن تتفكر في حال نبي الإسلام. القرآن لا يقول للناس آمنوا وعقولكم مغلقة، بل يقول لهم افتحوا العيون وانظروا لتبصروا ولتعلموا حقيقة هذا النبي. أما في أمر الإيمان بالله فاقرأ القرآن، ستجد أن القرآن دعوة مستمرة للنظر في الكون، للعلم بوجود الرب وكماله واستحقاقه العبادة. القرآن كل حديث في هذا الباب، كل شيء في القرآن حديث في التوحيد، فكيف يقول إن الحق في الإسلام؟ كما بقية أديان، إن الحق في الإسلام هو حق متوهم موروث، لا عن برهان وإنما عن تقليد أعمى، هذا وهم منه. ولو كان يبحث ويقرأ لعلم ما جاء في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئلت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها عن أعجب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أعجب ما كان من حاله، فقالت في هذا الشأن، قالت: لما كان ليلة من الليالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت أي عائشة: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قلت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليل آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض، الآية، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. النظر في خلق السماوات والأرض، النظر في الليل والنهار وتقلب الأمر، النظر في هذا الكون البديع، دعوة إلى التأمل، وليست دعوة إلى الإيمان الأعمى، دعوة إلى الإيمان المبصر، الإيمان العاقل، reasonable faith، وليست blind faith كما يحاول دائما ريتشارد دوكنز أن يعرف الإيمان. ريتشارد دوكنز يقول إن الإيمان هو الإيمان هو الاعتقاد في الشيء دون دليل أو أحيانا حتى ضد الدليل. هذا وهم أدمن عليه وهو مستمر في الترويج له. الإيمان عندنا هو اعتقاد وعمل وقول، وهو إيمان في جانبه الاعتقادي عن برهان لمن شاء أن يبحث، وهو الإيمان المحمود، الإيمان الذي يكون عن نظر يكون أعمق، الإيمان الذي لا يكون عن نظر مقبول، لكن الإيمان الذي يكون عن نظر وتبصر هو المحمود، لأنه
يقف أمام الفتن ويزداد كل ما تفكر الإنسان في أمر هذا الخلق وأمر هذا العالم. الإسلام لا علاقة له بهذا الوهم الذي يروجه ريشارد داكنز بسبب جهله وبسبب عزوفه عن قراءة كتاب واحد، كتاب مقدس واحد، يجلس يوم واحد سينتهي منه، لكنه مستمر في جهله لأنه يروج للثقافة الشعبية التي لا تهتم بمعرفة الدعاوى المباشرة للأديان. وهذا من استخفاف بعقول الناس. أنا لا أرى أن هذا الأمر فقط دال على جهله، وإنما دال على مبلغ استخفافه بعقول الناس. في الصفحة 35 من كتابه The God Illusion في نص إنجليزي يقول: إن الأديان الإبراهيمية تقول إن الإله جنسه مذكر، وفقط بعض اللاهوتين المعاصرين أو سميهم اللاهوتين المتكلفين أو الذين يعقدون الأمور sophisticated theologians كما يسميهم، هم فقط الآن يقولون إنها، وهم قلة يعني، يقولون إن الإله لا جنس له. وهذا كذب على اليهود والمسلمين والنصارى. اليهود والنصارى والمسلمون يقولون إن الإله لا جنس له. أما استعمال لفظ المذكر في التعبير عن الإله فهذا استعمال لغوي فقط. لا يوجد لاهوتي واحد، لا يوجد لاهوتي في الإسلام يقينا، وفي حدود علمي لا يوجد أي لاهوتي في اليهودية ولا النصرانية يقول إن الإله مذكر. فهذا أصلا من، يعني لا أدري، يعني هذا تعليق، يعني كيف ينسب إلى تاريخ مؤلفات لاهوتية ضخمة جدا أشياء لم يقولها أحد، يعني حتى لا أقول لم يقولها إلا قلة. هذا القول لا أعرف أحدا من اللاهوتين اليهود ولا النصارى ولا المسلمين ممن قال هذا القول. وهذا من العاجلة في الحكم يعني، ومحاولة التكثر من المعارضة. في الصفحة 98 من الترجمة العربية ينقل كلاما عن توماس جيفرسون في رسالته لابن أخته ويوافقه ظاهرا على ما يقول رغم الخطأ الواضح في كلامه. رسالة توماس جيفرسون يقول فيها: هناك ما نسيت أن أنوه عنه. أنا أقرأ من الترجمة العربية المطبوعة يعني: عند الكلام عن العهد الجديد فإنه عليك أن تقرأ كل القصص عن المسيح، كل ما يدعوه القساوسة بالأناجيل المزيفة وما أقروه لنا كأناجيل حقة. والسبب هو أن هؤلاء الذين كتبوا تلك الأناجيل المزيفة يدعون بأنهم كتبوا هذه الأناجيل بإلهام من الله تماما مثل الباقين. هذا القول من ريشارد دوكنز يدل على أنه لم يقرأ الأناجيل، رغم أن الأناجيل عشرات الصفحات فقط، لم يقرأ الأناجيل، لأن الأناجيل لا تتضمن شيئا يدل على أن المؤلفين يكتبون بإلهام. لم يصرح ولا واحد من مؤلف الأناجيل أنه يكتب هذه الأناجيل بإلهام. فكيف يأتي ريشارد داكنز فينقل لنا قول عن الأناجيل ليس فيه؟ وهذا طبعا من عجلته وتكثره من الكلام. يعني في الصفحة 97 من كتابه النص الإنجليزي يقول ريشارد داكنز: إنه بالإمكان تجميع معارضات جادة لوجود يسوع عليه السلام التاريخي. يقول إن عيسى عليه السلام بإمكاننا أن نجمع معارضات جادة لإثبات أن المسيح عليه السلام لم يوجد، واستدل لذلك بكتاب واحد أو بمؤلف واحد وهو جي إي ويلز. أولا هذا المذهب لا يتبناه النقاد، وهو مذهب مرفوض مردود. مذهب القول إن يسوع لم يوجد تجده في الكتابات الشعبية للملاحدة، لا تجده في كتابات النقاد المتخصصين في يسوع التاريخي. فهذا المذهب إذن مذهب منكر من القبح الاستدلال به في مقام الجدال العلمي الجاد، وليس كل ما يقال يستدل به. فهناك أقوال كثيرة تنشر في كتب في الغرب لا تساوي فلسة. الأمر الثاني بما يدلك على أن الرجل ينقل هكذا نقل، أي نقل، أي كلام يقال ضد النصرانية يقوله، أي كلام يقال ضد الإسلام يقوله. جي إي ويلز صاحب من كتبه كثير، هو ذكر كتابه Jesus Exist، وأنا عندي كتابه The Jesus Legend، وعندي ضمن كتاب آخر لجي إي ويلز. جي إي ويلز هذا يقول إن المسيح عليه السلام لم يوجد، ثم غير مذهبه إلى أن يسوع الجليلي قد وجد وعاش، وأن الأناجيل تتضمن خرافات كثيرة في شأن يسوع، لكنه انتهى إلى الاعتراف بالوجود التاريخي ليسوع. لكن ريشارد داكنز ينقل الأشياء الطافية، المعارف الطافية على السطح،
جي أولز معروف بكذا، نقل دون أن يقرأ له، ونقل دون أن يعرف تراجعه عن مذهبه القديم. يعني نسأل الله العافية. من قبيح جهل ريتشارد دوكنز من أمور المستبشعة بحق ثناؤه على كتاب Why I am not a Muslim، لماذا أنا لست مسلمة، لابن وراق. ووصف ابن وراق بأنه كاتب عميق وأن كتابه كتاب جيد. ابن وراق هذا كاتب مجهول العي أو مجهول الاسم، يكتب باسم مستعار. وكتابه لماذا لست مسلمة، كتابه أصله مقالات نشرها على النت ثم جمعها في كتاب. والرجل يعني جماع، تخصصه يجمع كلام المستشرقين وينشر المقالات القديمة نفسها، ينشرها مع بعض، حتى أن أحد المستشرقين أنكر عليه، قال الرجل ينشر في كتاب واحد المذهب وضده، مذهب يقول لك الإسلام أصله نصراني، والمذهب الثاني أصله يقول لك الإسلام أصله يهودي، والمذهب الثالث يقول لك الإسلام أصله مش عارف إيه، يجمعها في كتاب واحد. جماع أوراق، جماع أوراق، حتى الكتب التي يكتبها بنفسه يأتي ثلاث أربع مراجع فيسلخها سلخ، لا يملك من يأتي لجايجر يسلخ وسلخ، يأتي ب لأي مستشرق متطرف يسلخ وسلخ ويأتي بأقواله. لا عنده ملكة علمية، ولا يبدو أنه يعرف اللغة العربية، ولا يبدو أنه يعرف الكتب الأصول، هو يأتي لكتابات المستشرقين فيجمعها. فكيف يكون يعني كيف إنسان، كيف يقال في إنسان إنه مثلا باحث مميز في النصرانية وهو لم يقرأ الكتاب المقدس، ولا يتعامل مع النصوص الأصلية، ولا يتعامل مع المؤلفات المرجعية الأولى الأساسية، يقرأ الكتابات الشعبية أو يقرأ الكتابات المعادية هذه، وثم يقال فيه إنه ناقد. ما تعريف المتخصص لا أفهمه عند دوكنز. دوكنز عندما يريد أن يدافع عن مذهبه يشترط المتخصصين، وإذا هاجم يعني يلتقط أي 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 كاتب معادي للأديان ويجعله رمز علمي. طيب، من المرات التي حاول فيها دوكنز أن يستدل بهذا المفكر ابن وراق الكاتب المجهول، وهو هند من شبه القارة الهندية، ويقول عن نفسه إنه لا أدري هذا ابن وراق، ولا يوجد أحد يعني يحترم العلم يعترف لهذا الشخص بالأهلية العلمية، لأنه لم يكتب بحث علمي واحد يستحق العلمية، هو جماع. على كل حال، من الأمثلة الغريبة التي نقلها ريتشارد دوكنز عندما أراد أن يستدل بابن وراق، قوله إن ابن وراق قد كشف أن كلمة حور في القرآن تعني عنب، فالمساكين هؤلاء الذين يفجرون البنايات وكذا، يظنون أنهم بفعلهم هذا سينالون يعني 72 حورية امرأة جميلة في الجنة، وفي الحقيقة هم سينالون بعض حبات عنب، وهو طبعا أكثر من كارثة. الكارثة الأولى أن هذا القول ليس من بنات أفكار ابن وراق، ابن وراق نقله عمن قبله، إذن هو ليست بدعوة لابن وراق. إن كلمة حور العربية تعني بياض، وهي موافقة لكلمة حور الآرامية التي تعني بياض، وهي الكلمة التي استعملت في سفر إشعياء بالعبرية الفصل 29 العدد 22، استعملت في سفر إشعياء بمعنى الوجه الباهت، واستعملت في سفر الرؤية بالترجمة السريانية حورة بمعنى اللباس البيضاء، اللباس الأبيض. فهذه الكلمة من المشترك السامي الذي يعني أبيض، وما ذكره لوكسمبورغ وما ذكره ابن وراق وغيرهم هو من الحديث الشعبي الذي لا قيمة له. وسبب اشتهاري هذه الشبهة أن القرآن يتحدث عن حبات عنب ولا يتحدث، لأن حور العربية تعني في السريانية تعني عنب، سبب اشتهاري هذا الكلام المتهافت سبب واحد بسيط جدا، هو أن الصحافة الغربية قد التقطت هذه الدعوة من كتاب لوكسمبورغ وأشهرتها في إطار حملات دعائية في ما يعرف بهذه الحملات ضد التطرف فقط. هي إذن قضية تتعلق بالجانب الإثارة الإعلامية، والجماعة كذبوا كذبوا وصدقوا حتى نقلها ريتشارد دوكنز في كتابه، رغم أن آرثر جافري عندما تحدث عن كلمة في كتابه الألفاظ الأعجمية، مستشرق الألفاظ الأعجمية في القرآن، وتحدث عن كلمة حور، لم يحدث ذكرى لهذا الكلام السخيف جدا، وإنما تحدث عن الأصل
بدعواه طبعا هو يريد أن يرد كل شيء إلى اللغات الأعجمية. تحدث عن الأصل الفارسي ربما الفهلوي أو الأصل السرياني أو العبري، لم يتحدث عن أن هذه الكلمة تعني حبات عنب. فالنقل عن المجاهيل والنقل عن الساقطين علميا طابع عند ريشارد داكنز الذي ينقل فقط تكثرا للحجج. من العلامات الكبرى عندي أن الشخص الذي يتحدث في دين ما لا يأخذ الأمر بجدية من ناحية علمية إذا كان يتصدر لمخاصمتي ومحاورتي ومجادلة خصومه. من العلامات عدم جديته أنه لا يقرأ تفسير العلماء للنصوص المقدسة عندما يحاور خصمه، وإنما يكتفي بتفسيره الخاص، ظن منه أنه يعني قد وصل إلى عمق النص، وأحيانا لا يكون عنده حتى النص في لغته الأصلية، فيبدأ في الإفتاء رغم أنه لا يعرف النص الأصلي أو النص في لغته الأصلية، فيأتي بالبواقع. من المرات القليلة التي أراد فيها ريشارد داكنز أن يتحدث عن الكتاب المقدس بدقة دون الاكتفاء بذكر القصص المنكرة في الكتاب المقدس، أراد أن يحدثنا عن مسألة دقيقة في الكتاب المقدس، فتحدث في صفحة 42 تحدث عن قصة لوط عليه السلام مع قومه وكيف أنه قد جاءته الملائكة فأجاءه قومه يريدون أن يفعلوا الفاحشة في الملائكة التي كانت على صور رجال. يقول كما في الترجمة العربية صفحة 240 يقول: ورحب لوط بالضيوف الملائكة في بيته بينما اجتمع رجال سدوم حول بيته وسألوه بأن يسلم الملائكة لهم حتى يستطيعوا بين قوسين ماذا غير ممارسة السدومية معهم. وهنا ريشارد داكنز يقتبس النص: أين الرجال الذين أتوا إليك في الليل؟ اجلبهم لنا حتى نستطيع التعرف عليهم. نعم، يكمل ريشارد داكنز، نعم نتعرف، بين ظفرين وضعها نتعرف، كانت الكلمة التي استخدمتها النسخة المعتمدة كمعنى تلطيفي والذي يبدو مضحكا جدا في موقف كهذا. ماذا يريد ريشارد داكنز أن يقول لنا هنا؟ يقول لنا هنا إن أهل سدوم عندما ذهبوا إلى لوط عليه السلام لما كان عنده ضيوف الملائكة في أشكال رجال، قال أهل سدوم لوط: أخرج لنا الذين مع عندك حتى نتعرف عليهم وقال إن هذه الترجمة التي يقصد بها في الحقيقة الفاحشة الترجمة authorized version، الترجمة المرخصة، تقول بترجمة بالنص الإنجليزي: حتى نتعرف عليهم. وهو يخبرنا هنا أن هذه الترجمة قد حرفت النص الأصلي، حتى تخفف من حدة العبارة. طيب، إنسان يتصدر لنقد الأديان ويريد أن يظهر التحريف، أقل شيء أن يذهب إلى تفسير نقدي. تفسير نقدي يعني يهتم بعرض تفسير عامة التفسير النقدية الكتاب المقدس، تهتم بعرض النص في لغته الأصلية والتعليق على القراءات. فيذهب إلى تفسير نقدي وينظر إلى النص وينظر إن كانت كلمة نتعرف عليهم هي مطابقة للأصل العبري أم لا، لكن الرجل يطلق العبارات هكذا. لكنه لو عاد لعلم أن الكلمة العبرية تقول فينيدعا أوتام، أي فنتعرف عليهم، من يدع، في العبرية بمعنى علم أو تعرف، يدع. هذه الكلمة مستعملة في الكتاب المقدس في أكثر من موضع بمعنى الجماع، ليس فقط في هذه القصة، حتى في قصص أخرى. فلو عاد ريشارد داكنز إلى النص لاكتشف هذه المعلومة المشهورة عند دارسي الكتاب المقدس واستعمال العرفي لكلمة عرف في الكتاب المقدس بمعنى الجماع. لكن ريشارد داكنز يطلق القول دون مراجعة لأنه لا يملك الجرد لذلك، ولأنه يستخف الكتب الدينية، وتصور أنك لو أطلقت أي تهمة ضد هذه الكتب فلا أشكال في ذلك.
اتهام ريشارد دوكنز أنه جاهل باللاهوت ليس حكرا على المسلمين والنصارى، حتى الملاحدة عدد كبير منهم يتهمون ريشارد دوكنز بالجرأة على الحديث في اللاهوت في الدين دون معرفة دون علم كاف، دون معرفة ودون علم كاف. مايكل روس كما قلت فيلسوف العلوم المشهور كتب في ريشارد دوكنز يقول، وهو كاتب ملحد: بخلاف الملاحدة الجدد فإنني آخذ مسألة المعرفة بشكل جاد. لقد كتبت بأن كتاب وهم الإله جعلني أشعر بالخجل من كوني ملحدا، وكنت أعني ذلك محاولة فهم أن الله لا يحتاج إلى سبب مثلا كما يعتقده النصارى باعتقادهم أن وجود الله ضروري. لقد بذلت جهدا كبيرا لمحاولة فهم ماذا يعني هذا الكلام. أما دوكنز وجماعته فهم جهلة في هذه المسائل، بل ويزدرون من يحاول أن يفهمها دع عنك الإيمان بها. وهكذا فهم كطالب في سنته الجامعية الأولى يدور بفرح ويسأل بصوت عال: ما الذي تسبب في إيجاد الله؟ وكأنه اكتشف مسألة فلسفية خطيرة. الذي يريد مايكل روس قوله هنا هو أن ريشارد دوكنز قد جعل قلب كتابه وهم الإله سؤال: فمن خلق الله؟ يقول له: هذه المسألة أنا لا أقبلها، عندي مشكلة معها، لكن هذه المسألة كتب فيها النصارى كتب كثيرة جدا، فلا تتصور أنك إذا جئت بهذه المسألة التي ألفت فيها مؤلفات كبيرة أنك قد جئت بشيء عظيم جدا، هذا أمر قد درس وطحن طحنا. فريشارد دوكنز يعني متصور أنه إذا جاء بهذه المسألة سوف يزعج المؤمنين، رغم أن المؤمنين قد ردوا عليها وانتهوا منها منذ زمن بعيد، فإن الحجة الكوزمولوجية قائمة أساسا على أنه لابد أن يكون هناك سبب أول كما يسمى فلسفية. فتصوره أنه قد جاء بشيء نادر لم يدركه اللاهوتيون هذا من جهله بكتابات اللاهوتيين كما وضحه كثير من النقاد، ومنهم البيولوجي الملحد الشهير جدا الذي يعتبر من أكبر البيولوجيين في زماننا آلان أور. يقول وهو ملحد: على الرغم من إعجابي بكثير من أعمال دوكنز، لكنني أخشى أنني من أولئك العلماء المضطرين لمفارقته هنا. بالتأكيد يبدو لي كتاب وهم الإله معيبا بشدة، ومع أني وصفت دوكنز كملحد المحترف، لكني مجبر بعد قراءة كتابي الجديد لاستنتاج أنه في الحقيقة مجرد هاون. هذه يعني عبارة قوية، مجرد هذا. لا أحاول أن أدعي معرفة ما إذا كان ثمة أكثر مما تلاقيه العين، أي أن هل يوجد سوبر ناتشرال خارج، هل يوجد شيء فوق طبيعي خارج الطبيعة المادية. فبحسب معرفتي أن النتيجة العامة لدوكنز صحيحة، فهو يوافقه في إلحاده. لا ويضيف: لكن الكتاب أبعد ما يكون عن بناء قضية مقنعة لها. أكثر شيء مثير للإحباط في وهم الإله هو فشل دوكنز في مناقشة الأفكار الدينية بطريقة جادة، وهذا بالتأكيد شيء غريب أن يقال عن كتاب المطول يبحث في موضوع الله. ويقول في موضع آخر: النتيجة أن وهم الإله كتاب لا يواجه خصومه بشكل مباشر، لن تجد فحصا جادا لمعتقدات اليهود أو النصارى في كتاب دوكنز. هذه خلاصة جيدة من عالمين ملحدين من مشاهير الملاحدة يقولون لك لا تأخذ كلام دوكنز بجد عندما يتعلق باللاهوت والأديان، لأنه يتحدث فيما يعرف، لأنه كاتب هاون أماتر يتحدث في قضايا تخصصية بلغة شعبية لا هو درس ولا هو أحسن تصور المسائل التي ينتقدها ولا هو أحسن انتقاد المسائل التي يتصورها.